ايش بده يمسك لا 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 اوكي خلينا نحكي شوي عن قطاع الانترنت اللي بيحكي عنه. بس خلينا نحكي شوي عن موضوع اللقاحات او سلسله اللقاحات يا جماعه اللي حاليا رجع بعرفش ليش. طبعا من لما طلعت تحورات كورونا وهم بامريكا بيحاولوا يرجعوا مسلسل اللقاحات تمام، يعني بيحاولوا يرجعوا يقولون انه هنالك لقاحات للكورونا. انا مش شايف الناس تكبس ولا بتشير، فانا ليش فاتحه يعني؟ بذكر التعليقات عشان تكبسوا يكون افضل. طيب سكرت التعليقات عشان تكبسوا والله، فاذا تكون رجع نفتحها كبسوا شيروا اللايك تمام. فحاليا معظم الامريكيين الموجودين راح يطالبوهم بالتلقيح باللقاح. مسلسل اللقاح شو اللي رجعه؟ لانه حاليا ما في وباء، فيش وباء ثاني يعني يحل محل المعكرونه تمام، عشان ما ينحضرش البث. فطلعوا لنا بقصه انه اللقاحات يا جماعه الخير اللي احنا اخذناها وقعت المناعه تبعتنا، يعني اعترفوا، تخيلوا انهم هم اعترفوا وبيحكوا انه نسبه اصابه الناس حاليا بالكورونا اعلى. طبعا هذا الاشي كله مخطط له، لا تفكروا انه هم يعني مصدومين من هذا الاشي، لا. مسلسل الكورونا من لما بلش لليوم وهو نفس المسلسل، لم يتغير، يعني ما تغيرش اشي، كلياته موجود وكلياته الاشي اللي صار فيه هو نفسه، يعني كونوا عارفين تمام. فالمسؤولين بالصحه صاروا هسه طلعوا طبعا ميرز اللي هو بيكون مسؤول عن المدينه او العمده تبعت المدينه، وعلى اساس ياخذ اللقاح عشان يورجي للناس انه اللقاح شو المعدل، هنالك لقاح حاليا معدل بيقنعوا الناس انهم ياخذوا تمام. هاي مسلسلهم تبع اللقاحات، انه هنالك احنا لازم ناخذ هذا اللقاح لانه اللقاحات الاولى ما نفعتش معانا. فانا مش عارفه يعني كم لقاح لازم احنا ناخذ مشان يعني لحتى انتو يباك اوف وتحلوا عنا مبدئيا. قديش عدد الناس لازم يموت مشان تحلوا عنا؟ هي مش اللقاح ياخذوه، لا، قديش عدد الناس لازم يموتوا من وراء الكورونا مشان تحلوا مبدئيا. فمسلسل اللقاحات رجع يا جماعه الخير، فلاي سبب ان كان، اي سبب ان كان، اذا بيقولوا لكم خذوا جرعه مدعمه جرعه معدله تردوش، لانه هذا كلياته مشان يوقعوا المناعه عنا، لانه مناعتنا اوريدي مات لهوا، فبدي يكملوها بهذا الموضوع تمام. فسي نو، يعني موضوع اللقاح لا.